الكرام، مرحبا بكم من جديد من القاهرة وعلى الهواء مباشرة. أرحب بكم ويسعدني أن أصحبكم عبر الساعة القادمة. لقاؤنا اليوم مع السيد منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري، شخصية تحظى بالتوافق من مختلف التيارات والقوى السياسية في وقت يندر فيه التوافق وتكثر فيه الخلافات بين عدد كبير من القوى والتيارات السياسية المتواجدة في الشارع المصري. معي في هذا اللقاء السيد منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري. مرحبا بك سيد منصور، وشكرا جزيلا على الوقت الذي سوف نستقطعه منك للجزيرة مباشر مصر. شكرا لتقديمك الكريم، وشكرا ان انتم جيتوا وشرفتوني في البيت. اهلا، شكرا جزيلا لك. سيد منصور، سابدا معك من مساله وضع معايير وضوابط للجنة التأسيسية لوضع الدستور. ما هي ملامح هذه المعايير او الضوابط؟ شوفي، لحسن الحظ برنامج جه في الوقت ده. لسه النهارده الصبح بالتشاور مع المجلس العسكري تم البت في هذا الموضوع نهائيا. نعم. يعني هناك خبر جديد خاص بيكي في البرنامج. لانه هذا الموضوع اخذ حوارات ونقاشات طويله في المجتمع وسبب ازمات، يعني وكان في احساس بانه مين المختص، مين اللي يكتب، مجلس الشعب ولا احنا ولا غيره. نعم. تم الاتفاق نهائيا على انه وفقا للاعلان الدستوري المختص بلجنة وضع الدستور في مجلس الشعب والشورى، هم اللي يختاروا لجنة من 100 وهي التي تضع الدستور، وكل ما يتعلق بهذه اللجنة أصبح من اختصاصهم فقط. نعم. ونحن ليس لنا دخل في هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. نعم. لا نضع معايير ولا نضع مقاييس ولا نضع إجراءات. نعم، يعني هذا هو الخبر الجديد الجاهز. هو خبر مفاجأة. مفاجأة فعلا. يعني كان الاعتراض من جانب جماعة الإخوان المسلمين للانضمام إلى المجلس الاستشاري في وقت من الأوقات والانسحاب من هذا المجلس، التخوفات أن يكون لكم دور في وضع هذه المعايير. هل بهذا أنتم انسحبتم تماما من تلك المسألة، ولماذا في هذا التوقيت؟ نعم، الإخوان أو حزب الحرية والعدالة بمعنى أصح، رغم أنه رئيس الحزب الدكتور محمد مرسي اشترك في تأسيس المجلس الاستشاري، يعني هو كان موجود بصفة مستمرة وأسهم إسهام طيب يعني، ولكن في مرحلة ما صدرت تصريحات من بعض القيادات جعلت عندهم شكوك وسوء فهم أن هناك احتمال أن احنا نتدخل في هذا، والموضوع ده له أهمية كبيرة عندهم، وأنا شايف أن عندهم حق يعني. لكن بسبب سوء الفهم انسحبوا. نعم. وانا طول المده عمال اكد اننا لن ننوي، لكن النهارده قرار نهائي وحاسم ولا رجعه فيه. نعم. اامل ان هم يعيدوا النظر في موقفهم ويتعاونوا مره اخرى، وانا بقول بتعز الفرصه من البرنامج اقول ان هم لا يضيرهم شيء، يعني ممكن يتواجدوا، اولا يعرفوا المعلومات بصفه مباشره، يرفضوا اللي عايزين يرفضوه في موضوع اخرى يعني، او يقبلوا اللي يقبلوه، ولكن الأساس اللي أنا حريص عليه أن وجودهم بعيد وباقي القوة في ناحية تانية بيدي عدم اطمئنان في المجتمع، يعني بيخلي أن هناك فيه استعداد للشد والجذب، وأنا أتمنى أن يكون هناك نستعيد روح ثورة 25 يناير. نعم. عندما كنا كلنا متجمعين في تسامح وفي توافق إلى آخره، كانت روح جميلة جدا، ممكن نستعيد بعضها حتى مع وجود الاختلافات السياسية بين القوى، ايضا تكون في اطار من الوحده الوطنيه، في اطار من ان احنا بلد واحد، في اطار من ان احنا ابناء مجتمع واحد، لانه وخصوصا ان احنا مجتمع ديمقراطي، وانا قلت قبل كده ان الديمقراطيه تقتضي ان تخضع الاقليه لحكم الاغلبيه، ما فيش مانع، لكن كمان تقتضي ان الاغلبيه تمد ايدها للاقليه وتصل معاها لتوافق، يعني مش كل ازمه يحصل استفتاء اغلبيه واقليه وخلاص كل واحد يخبط راسه في الحيط، لا، دي تروح لحفة الهوية وحفة ورا حفة تؤدي إلى مشاكل، لا بالعكس، استفتاء أغلبية تنتصر مسلم لها بنا، ولكن تمد إيدها للأقلية لكي تأخذ بإيدها وتتوافق معها في ناحية من النواحي، هكذا هي الديمقراطية في كل أنحاء العالم. سيد منصور، هل توجه دعوة الآن إلى جماعة الإخوان المسلمين وأيضا إلى حزب الحرية والعدالة أن ينضموا إلى المجلس الاستشاري؟ هم أغلبية في البرلمان، لهم وزن سياسي في الشارع المصري، وبالطبع الانضمام إلى المجلس الاستشاري قد يكون له ثقل سياسي. بدون شك، بالعكس، أنا بنتهز الفرصة دي وأهنيهم على ما حققوه من نصر حتى الآن، وأتصور أنهم سيحققوا النصر حتى في المرحلة النهائية، وبقول لهم مبروك
انتم جاهدتوا وان انتم تعرضتوا لقهر سياسي لمدة 80 سنة. يعني هم كانوا معرضين لقهر 80 سنة ولكن صمدوا ووصلوا لمرحلة النهاية الحرية وانتصروا فيها وحققوا الانتصار. ومن ناحية بدعوهم أنا بقى لي مدة بدعوهم، يعني أنا يعني بدعوهم وبدعو كل القوى السياسية. أنا أخيرا امبارح عملت يعني مش عايز أسميها مبادرة، كلمة مبادرة دي بقت يعني، لكن دعيت واتنشرت في الصحف اليوم أنا بدعو جميع القوى السياسية لكي يتوافقوا على حل مشاكل الأمر الراهن اللي احنا فيه ده وما تبقى مرحلة الانتخاب، تبقى عدة أشهر يعني. فأنا بقول أنه أنا شايف أن المشاكل اللي بين القوى السياسية حتى اللي بينهم وبين أي حد تاني يعني ما يش كبيرة، مشاكل صغيرة لكن كل منها يتزايد بسبب العند وسبب نوع. أنا بقول لا، نقعد حل مشاكلنا الآنية. ليه؟ لأن بعد 5-6 أشهر داخلين على الجمهورية الجديدة. وأنا أأمل وأتمنى وأدعو الله أن هو يلهمنا الصواب، أن خلال الفترة القادمة نجعل منها فترة يعني تباعد بين الماضي المتعب، الأشهر اللي فاتت دي كانت متعبة جدا على الشعب والشعب عانى منها، وبين الجمهورية الجديدة. يعني بدعو الفترة الباقية نحل مشاكلنا ونعيش في هدوء وانضباط واستبشار. نعم. الاستبشار طيب. هو خادم مهم جدا. نعم. طيب قبل الدخول إلى مسألة يعني المبادرة الوطنية يعني التي دعيت إليها، أريد أن أغلق مسألة الضوابط والمعايير. لماذا في هذه منتهي كلياتها. ولكن لماذا في هذه اللحظات تنازلتم؟ كان هذا من ضمن المهام التي سيقوم بها المجلس الاستشاري. هل هذا كان نتيجة الضغط من الشارع المصري أم نتيجة توافق بينكم وبين المجلس العسكري؟ هو طبعا توافق، بس حضرتك لاحظي انه يعني احنا بقالنا كام اسبوعين ثلاثه جديد. نعم. هذا الحوار اشتغل بقاله كذا شهر، فمش عايز اقول ان في حد ثاني مسؤول عنه على انه ابتدى وان هو تفاقم، لكن اقدر اقول بكل تواضع ان احنا مسؤولين عن انهائه. يعني احنا عملنا جهد فان احنا المسائل تبقى في حدودها، وليس لنا مصلحه فان يبقى في نزاع حول هذا الموضوع. بمنتهى الصراحة سيد منصور، هل هذه كانت رغبة من المجلس الاستشاري أم رغبة من المجلس العسكري؟ والله ما فيش فرق، لأن إحنا جزء من المجلس العسكري، إحنا مستشارين له، فإحنا جزء من ولكن الضمير. من كان صاحب هذا القرار؟ من كان صاحب هذا القرار؟ هم أصحاب الفضل في الموافقة. نعم. أعود معك إلى المبادرة التي دعيت لها وهي مبادرة الحوار والتوافق. كان هناك يعني رد من جانب الجمعية الوطنية للتغيير أن يكون هناك يعني ضمانات وتطمينات. أولا هذا نشر اليوم، ما هي الضمانات التي من الممكن أن يعطيها المجلس الاستشاري؟ لا، لازم تشير إلى بعض الردود الفعل الأخرى، مثلا زي الإخوان المسلمين قالوا والله مبادرة طيبة وان احنا ممكن ندرس اذا وجهت لنا الدعوه سندرس هذا الموضوع. نعم. هذا الرد ايجابي، ما رفضوش من الاول. نعم. واعتقد باقي الاحزاب انا طرحتها في الجرايد كاعلان عام حتى اشوف رد الفعل هيكون ايه. نعم. اذا كان هيكون في استجابه ونقدر بقى نبتدي نتكلم جد، نوجه دعوات، نقرر اين سيكون الانعقاد، ايه نظامه هيكون ايه الى اخره. فانا حاليا شايف ان ردود الفعل مطمئنه جدا وايجابيه جدا، وانا ساستجيب لها من بكره ان شاء الله، بحيث اذا كان في تطمينات اشوف ايه التطمينات اللي عايزينها الاخوان او جميع القوى، او اقول لهم دعوه رسميه وامل ان احنا فعلا انا بسميه توافق مش حوار على فكره. نعم. لا، هو مؤتمر للتوافق وليس للحوار، لان يعني كلمه حوار دي استهلكت خلال الفتره اللي فاتت، كان في حوار وطني وحوار قومي الى اخره. هذا نبدأ الى التوافق، نقعد ونتفق مع بعض، نحط على الترابيزه ايه المشاكل اللي انتوا شايفينها، انت بتعاني من ايه وانت بتعاني من ايه، كذا كذا كذا، نحلها مع بعض، نتفق مع بعض ونطلع حبايب، ننظر باستبشار للجمهورية الجديدة. نعم. لاننا لو سرقنا الوقت واستمرينا في العدوات اللي بتحصل والشقاقات وكل واحد يطالب بطلب بغرض ان هو يقصي فلان او يقصي فلان، ودخلنا الجمهورية الجديدة بهذا الاسلوب، سنقضي على مستقبلنا، سيكون مستقبل غير طيب إطلاقا. نعم. يعني المستقبل مزروع فيه بوادر الخلاف، لكن لو عملنا فترة هدنة ودخلنا واثقين في بعض متعاونين مع بعض، يبقى إذن سنقيم عهد جديد كما كنا نتمناه أيام الثورة 25 يناير.
سيد منصور، هل لك أن تخصنا يعني أيضا بخبر جديد حول هذه المبادرة؟ ما هي العناوين الرئيسية التي سوف يتم طرحها في هذه المبادرة حتى يكون هناك توافق بين القوى السياسية المختلفة؟ يعني وبالطبع أنت تأمل أن يكون كل القوى موجودة بدون شك. أقول لك حاجة، يعني العنوان الرئيسي هو طرح المبادرة نفسها. يا جماعة، يا قوى سياسية، فلنجتمع لكي نتوافق. ايه بقى جدول الاعمال؟ هم اللي هيحطوا، يعني كل واحد هيحط على طربيزة. ولكن لابد ان السيد منصور حسن لديه جدول اعمال ولديه عناوين رئيسية للاتفاق بين القوى المختلفة، ما هي ابرز هذه العناوين؟ انا يعني انا عايزهم هم يطرحوا موضوعات. يعني واحد يقول انا عايز اتكلم على الفترة الانتقالية اللي احنا فيها. نعم طبعا في حوار في الموضوع ده. انا مثلا دلوقتي اقول يعني مش عايز اوجد العملية، بس على ما نقعد بنتكلم نقول فترة انتقالية، اقول له فضل 3 اشهر او شهرين، يعني ايه المشكلة اللي نقدر نغيره في شهرين؟ يعني ثم ان احنا بدأنا المرحلة النهائية لفترة انتقال بانتخابات مجلس الشعب. نعم. ماشيين خطوة خطوة فيها، يعني عايز اقول ما نضيعش وقتنا فيها. فانا شيء عشان كده انا مش قادر اقول جدول اعمال من موضوعات كذا، لان انا مش حاسس ان الموضوعات المطروحة كخلاف هي خلافات حقيقيه. نعم. خلال الفتره اللي فاتت حصل شكوك، والمجتمع مليء بالشكوك الحقيقه، وده عذره، له عذره، لانه عاش اكتر من نصف قرن في نظام سياسي ما كانش منفتح قوي، وما كانش نظام صحي من ناحيه سياسيه والنفسيه زي ما احنا عارفين. وبالتالي الشعب اتعود ان هو يتشكك ويكون متشكك في اي شخص رسمي، فهو معذور. لكن هيجي عليه وقت يحس انه عايش في بلد ان شاء الله مجتمع منفتح، ما فيش شيء مستخبي عليه، الحكم يخضع لارادته. يعني انا بقول مثلا من مزايا الثوره العظيمه، ثوره 25 يناير، انها لاول مره منذ ان خلقت مصر، مش كده، مش مبالغه، الشعب المصري اصبح هو سيد قراره بدون تاثير خارجي او داخلي. نعم. لانه منذ قدم التاريخ كان فيه الفراعنه، كان فيه الاغريق، كان فيه الرومان، كان فيه العثمانيين، فيه الفرنسيين، فيه الانجليز، فيه قائد الثوره الاول، قائد الثوره الثانيه، يعني دائما كان هناك شخص يوجهنا او على الاقل له فيتو على قرار. نعم. لاول مره ولحسن الحظ هذه الثوره العظيمه الشعبيه بلا قياده فرديه او جماعيه معلنه على الاقل، فما فيش حد فيها كان يقول انا صاحب ثوره اقول لكم رايحين فين. دي كانت ميزه كبيره تدينا الانطلاقه، لكن طبعا كان لها سلبياتها، انه حصل نوع من الفوضى في المجتمع، ما فيش حد يشير الى فين، ما فيش جهه حاكمه تلعب الدور المطلوب ده. والمجلس العسكري كتر خيره اعلن من المرحله الاولى انه ليست في عقيدته العسكريه ان يواجه الشعب بالعنف، وان هو نازل يحمي الثوره كويس، بس كمان انت بتحكم والحكم له اسلوب وله قواعد. انت دخلت وللاسف تحكم مجتمع كان البوليس فيه تحلل، جي علينا اوقات ما كانش فيه بوليس زي ما حضرتك عارف، ما فيش امن، والمجتمع دائما فيه اغلبيه سويه تحترم القانون وعايشه في حاله، ودائما فيه اقليه متمرده خارجه عن القانون. هذه الاقليه تحتاج علاج غير الاقليه دي، غير الاغلبيه. وهذه عشان كده بقول ان الحكم، اي حكم حتى لو لمده ساعه، هو يحتاج الى عصا وسياسه. السياسه للمجموع المستقيم الطيب الملتزم بالقانون وحياته، والعصا للخروج على القانون، ويجب ان تطبق بحزم لكي لا يتمادى الفوضى. المجلس العسكري بحكم رغبته في الا يصطدم بالمدنيين، لان ده مش دوره، وما كانش فيه بوليس، اعتقد من هنا اللي احنا بنشوفه الان ترعرعت الفوضى، لان هو لم يواجهها في المرحله الاولى بما كان يجب من حزم. لذلك قرر اخيرا، واحسن يعني على الاقل في احتمال كويس ان هو اخذ القرار في الوقت ده نتيجه اللي حصل في القصر العيني وحصل في الشيخ ريحان. دي كانت فوضى مش مسموح بيها ابدا. الشباب اللي قاموا بيها هناك ما كانوش هم شباب الثوره، فكان لابد انه يبقى في حزم في هذا الموضوع، والا تستمر ليله ورا ليله، والمجتمع طالما في مثل هذه المسائل اضرابات واعتصامات بهذا الشكل بصفه مستمره، معناها المجتمع غير مستقر. نعم. وما دام المجتمع غير مستقر الامن غير مستقر، وما دام دول الاثنين مفيش اقتصاد، مفيش استثمار، مفيش شغل هيجي. نعم.
طيب يعني حتى يعني نفهم الكلام يعني جيدا من سيد منصور، أنت قلت أن المجلس العسكري يعني قرر أنه لن يواجه الشعب بالعنف، وأنه أيضا يجب أن يكون هناك استخدام للعصا في الأوقات المناسبة، لازم يكون في حزم وتطبيق قانون. هل ترى أن ما حدث في الأونة يعني الأخيرة و شهداء يعني يطلق عليهم شهداء الثورة كأمثال الشيخ عماد وأمثال يعني الطبيب المصري الذي مات في الأحداث الأخيرة، هل كان أن يكون هناك مواجهة بين الجيش وبين أمثال هؤلاء يعني، وذلك على سبيل يعني المثال وليس على سبيل الحصر طبعا؟ شوفي أقول لك حاجة أخرى، ما تشير إليه الحدث في الأسابيع الأخيرة مؤسف مؤسف للغاية، يدمي القلوب من استشهدوا من أصيبوا، سيد الأنسات اللي تعرضوا للإزاء يعني يدمي القلب. وما كنا ننتظر في يوم من الأيام إن احنا نوصل لهذه الحالة، مش عايز أقول مين المسؤول، لكن كل من ارتكب هذا العمل مسؤول، لكن الشعب يريد أن يعرف من هو المسؤول. كل من ارتكب العمل يجب أن يحاسب، لكن أنا عايز بحلل بقول إنه ده نتيجة اللي أنا كنت بقوله في السابق، يعني هذه الفوضى والإباحية اللي اجتاحت المجتمع تخليهم يتحرشوا بالقوات المسلحة، بحيث ان هم كجنود مش متعودين ان هم يتهانوا ويترمي عليهم طوب في بلدهم. فطبعا مرة على مرة على لا ابرر ولكن يفسر، ولكن من خرج من موقعه وارتكب هذه الاعمال مخطئ ويجب ان يحاسب بدون شك. نعم. طيب ايضا يعني في هذه الاحداث الفضائيات عرضت بعض المشاهد ان كان هناك مجموعات في ميدان التحرير، لا نتحدث عن أمام مجلس الوزراء لأن هناك من يجد يعني الذريعة أن هؤلاء المعتصمين أو الثوار أمام مجلس الوزراء كان من المفترض أن يكونوا غير موجودين هناك وأن لا يعطلوا الأعمال، لكن أيضا هناك صور نشرت في جميع الفضائيات وأيضا على الصحف يعني العالمية وقوات الشرطة العسكرية تهاجم ميدان التحرير وبعض الخيام والمعتصمين هناك، هل هذا يجوز ومن المسؤول عن هذا؟ شوفي أقول لك حاجة، دلوقتي لغاية نهاية الحوار أنا مش الشخص اللي يقعد يبرر أي أعمال خاطئة، أنا الناس تعرف عني إن أنا بقول للغلطان غلطان في عيني، وأنا وقفت في الأسابيع الأخيرة وقلت إن أنا الأوان انه في يكون في ناس او رجال في المجتمع ده يقولوا للمخطئ ده غلط واللي يقوله صح ده صح. فمثلا اللي كان بيحصل في الشارع في مواجهه القوات المسلحه غلط، اللي يحصل في احتلال شارع مجلس الشعب او بين مجلس الشعب والوزراء، بقول لك ايه، مفيش ديمقراطيه في العالم تسمح بهذا. ولهذا انا ذكرت لك سيد منصور يعني لم اذكر هذا الشارع لاننا لاني يعني اعرف ان هناك مبررات يقول يعني من المفترض ان يكونوا ليس هناك، على رغم انهم حتى لو كان الثوار موجودين كان من المفترض ان لا يفعل ذلك يعني في هؤلاء الثوار. ولكن المتواجدون في ميدان التحرير يعني عندما يكون هناك لقطات تبث يعني عبر جميع الفضائيات ان هناك من يقوم بضرب هؤلاء المعتصمين، خطأ. يعني أنا مش عاود قدامك عشان أقولك ده صح، لا ده خطأ، خطأ ولابد أنه حسب، ما عنديش مشكلة في دي أبدا، أنا ما أقولش على الخطأ صح في أي حال من الأحوال ولست مضطرا لذلك أمام أي حد. نعم فضل. أنتقل معك إلى قانون انتخاب رئيس الجمهورية، كانت بدأت المناقشات لهذا القانون ثم توقفت، لماذا؟ لا لم تتوقف، إحنا درسناه في جلسة وبعد كده دخلنا في الأزمة اللي موجودة دي واستعدنا المناقشة في الاجتماعات اللي فاتت يوم الثلاثة اللي فات ويوم السبت، وأنا سنستأنف بكرة ولازم ينتهي بكرة، لازم نرجعه تاني مجلس أعلى وسينتهي. نعم. هو قانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية. نعم. ماذا عن هذا القانون؟ هل هناك يعني أي تفاصيل؟ لا يعني أنت عارفة فيه الإجراءات العادية، يكون من أبوين وأمين مصريين، يكون سنه مش عارف كام مش فاكر أنا، بالانتخاب الحر يكون يجيب 30 عضو من المجالس المنتخبة أو 30,000 عضو من كذا محافظة، يعني الشروط اللي الناس كلها عارفها يعني مش فاكرها. نعم. طيب سيد منصور يعني أنت وليس بي جديد يعني. نعم سيد منصور، كان لكم تصريحات أنكم تؤيدون عمرو موسى، هل تعتقد أن يعني بصفتك في هذا المركز رئيس المجلس الاستشاري يجب أن تحتفظ بمسافات متساوية بين كل المترشحين لرئاسة الجمهورية؟ هذا التصريح كان سابق جدا، ولكن هو يعني للأسف الشديد أنا أيضا سمعت هذا التصريح وكان سابق، ولكن مرة أخرى يعاد هذه التصريحات وأنا لا أعتذر عنه ولا أنكره،
ولكن في موقعي الجديد عمرو موسى الأخ عمرو موسى وغيره سيقدروا أننا في وضع يجب أن أكون على مسافة متساوية. وأنا صرحت بكده من مدة قبل بقى أحط عضو في مجلس الشارع. نعم. الآن ما هو الدور يعني بعد أن تنازلتم أن يكون لكم أي دور في وضع الضوابط والمعايير لمسألة اللجنة التأسيسية، ما هي الأدوار الأخرى الذي سوف يكون منوط بها المجلس الاستشاري غير مسألة وضع يعني القانون لرئاسة المترشح لرئاسة الجمهورية؟ شوف يا أخت سوزان، إحنا وفقا لقانون إنشاء المجلس الاستشاري إنه هو يشير على المجلس الأعلى لقوات المسلحة. المجلس الأعلى إذا عنده موضوعات سياسية أو اقتصادية وعايز استشارة فيها بيحولها لنا. من ناحية أخرى من واجبنا مش بس من حقنا إن إحنا نرفع للمجلس الأعلى كل موضوع نرى أنه مهم للمجتمع ولنا رأي فيه وهم مستجيبين ومستعدين ياخدوا. فإحنا دلوقتي مثلا شفنا إنه المجتمع المواطن العادي مهتم بالأمن والاقتصاد، دي أهم حاجة، وأنا أعتقد أنه هو عنده حق لأنه هو ظلم بأن إحنا في بحر السياسة، يعني لأن السياسة هي اللي شغلة كل الناس، هو اللي يشغله أكل عيش واليوم. لذلك إحنا قررنا أن إحنا نبدأ ببحث موضوع الأمن ثم الاقتصاد. نعم. إن شاء الله السيد وزير الداخلية هيجي يجتمع معنا بكرة يدينا فكرة عن الحالة الأمنية، اللي أنا بقول إن أكيد كلنا لامسين خلال الأيام الأخيرة بدأت تتحسن في وجود الوزير الجديد إن شاء الله ربنا يوفقه، وإنه هو يقول لنا المستقبل شايفه هو إزاي ناحية الأمنية، وبالتالي نقدر نرسم بقى الوضع الاقتصادي هيكون شكله إيه، نبتدي نتكلم فيه ونرفع توصياتنا للمجلس الأعلى. إحنا مفيش قدامنا فترة. نعم. حتى الآن هل هناك اقتراحات محددة بشأن الأمن أم يعني تنتظرون مقابلة الغد مع وزير؟ عايزين نعرف من الوزير إيه الوضع النهاردة، الوضع الأمني إيه شكله إيه، وإيه خطته في المستقبل القريب والبعيد. نعم. على ضوءها نقول الوضع، لأن هم الوضع الاقتصادي مرتبط بالوضع الأمني، على ضوءها نقدر نتنبأ الاستثمارات ستعود إمتى وهتمشي إزاي ونحاول نشجعها إزاي. دول هيكون الموضوعين اللي احنا سنشغل بيهم خلال الفترة القادمة، ومعهاهم ما أتصور أنهم مهم هي مبادرة التوافق، لأن ده مهم جدا إن احنا ننفذ. لو قدرنا نعمل التوافق ده وشفتوا كده صورة بتاعت ناس حبايب قول ان احنا نجحنا وخلاص مش عايزين نعمل حاجه ثانيه. هل هناك معاد محدد لمساله مبادره التوافق الوطني؟ هي المعاد انها تبقى في اسرع وقت ممكن. ليه؟ لان احنا عايزين نستفيد مما تبقى في مرحله الانتقال اللي هي ندخل فيها بقى في مرحله الهدوء والمحبه والتعاون من اجل الجمهوريه الجديده. كل ما خدنا فسحه من الوقت اطول كل ما اجدنا هذا العمل. طيب، سأنتقل معك إلى مسألة التعجيل بالانتخابات الرئاسية. كان قبل ذلك هناك تصريحات من جانب أعضاء كثر يعني في المجلس الاستشاري أنهم يوافقون على مسألة التعجيل بالانتخابات الرئاسية، ثم تصريحات من جانبكم أنه يجب أن يتم الالتزام بالمواعيد. كيف هي رؤيتكم لمسألة التعجيل بالانتخابات الرئاسية؟ طبعا أنا مقدر القوى السياسية أو الأفراد السياسيين اللي بيطالبوا بتعجيل انتخابات الرئاسة. هذه المطالبات أصبحت عالية وكثيرة بالذات خلال الفترة الأخيرة بتاعت الاضطرابات، يعني حسوا إن في أزمة، وبعضهم طبعا بحسن النية شديدة يقول لك أنا عايز أعجل لأن أنا عايز المجلس القوات المسلحة لا تظل في مواجهة مع الجماهير. نعم. نية طيبة جدا، ولكن أنا بشوف، أنا شخصيا يعني بشوف إنه إحنا بنتكلم في أواخر المرحلة الانتخابية، وكل ما بقى صحيح بنقول 16 لغاية يونيو، لكن أنا بقول عمليا نكون دخلنا في أبريل، لأن ترشيح لرئاسة الجمهورية في 15 أبريل، يعني قدامنا يناير فبراير مارس وندخل في أبريل، ثلاثة أشهر ونص ما نقدرش نعمل فيهم. أنا في رأيي على ما نقعد ونقول لازم نعمل ولازم نسوي ونتفق على مين البديل ومين يجي مين يروح، أولا هنأدي إلى مزيد من الركة ونعطل سير العمل إذا كان بدأ عمل. نعم. خلال فترة 3 أشهر.
نعم. طب بمنتهى الصراحة سيد منصور، يعني هناك ثلاث مبادرات الآن موجودة على الساحة المصرية، مبادرة من الثوار عبر تويتر والفيسبوك وثوار مصر يقولون نريد في 25 من يناير، مبادرة أخرى تقول أن رئيس مجلس الشعب يدير الفترة الانتقالية، مبادرة أخرى سوف يتم أيضا إعلانها رسميا من نواب مجلس الشعب يتزعمها دكتور عمرو حمزاوي ودكتور مصطفى النجار على أن تكون هذه الانتخابات في إبريل القادم، والبعض يرى أن هذا منطقي. هل ترى في أي من هذه المبادرات فكر يواكب فكر السيد منصور حسن؟ ما هنرجع تاني، لازم أكون على نفس المسافة. أنا أرى أن هذه المبادرات هي من العوامل التي جعلتني أفكر في عملية التوافق. نقعد نطرح هذه المسائل كلها، نشوف رأي الناس اللي عايزين إيه، اللي وافق على دي نتفق معاه. فأنا شايف ده، لكن إحنا واحد قال. يبقى إذن ستكون ضمن الأجندة التي لم يعني توافق ستكون أن تقول لنا ستكون من ضمن هذه، ستكون هذه على رأس الموضوعات. قلت لحضرتك الأجندة، هم عايزين هيحطوا الأجندة. نعم. مثلا دكتور عمرو حمزة هيقول أنا رأيي انتخابات في 25 أبريل، واحد تاني يقول أنا رأيي رئيس مجلس الشعب. دي كلها حاجات تحطها على طبيعي نناقشها دلوقتي. تناقشها إزاي؟ تردي على ده ولا تردي على ده ولا تردي على ده؟ لا، عشان كده نقعد ونتفق. هو ده الغرض من المؤتمر، ويشرفوا اهلا وسهلا، وكل منهم له احترامه وتقديره، ما عنديش مشكله مع حد. نعم. طب اذا ساخذ سبق اخر من سيد منصور، ان من ضمن العناوين الرئيسيه التي سوف يتم مناقشتها في هذه المبادره هو مساله التعجيل بالانتخابات الرئاسيه. انا اديك السبق ده اذا كانوا هم سوف يرفقها، اذا كان هم تظل مشكله قائمه، يمكن على ايمان يكونوا نسوا ويلاقوا خلاص ان دخلنا في ابريل انتهت. نعم. الحكايه. طيب هل ترى ان هناك عوائق امام فكره التعجيل بالانتخابات الرئاسيه فيما يخص مثلا مساله الاعلان الدستوري او انتخابات مجلس الشورى؟ لا. من وجهه نظرك هل هناك عوائق؟ لا، اللي احنا المخطط الزمني الاتي، تنتهي انتخابات الشورى في 22، يعني مسبقا 20 يوم زياده، يبدا وضع الدستور لمده شهر الوقت 20 يوم زياده، وفي نفس الوقت يبدا الترشيح لرئاسه الجمهوريه في 15 ابريل، تكون الانتخابات في يونيو القادم، يعني تنتهي اخر يونيو 1 يوليو تسليم الحكم. نعم. دي الخطه اللي ماشيه، وشايف انا لمصلحه المجتمع ان نستمر فيها، وليس في داعي ان احنا نقلب يمين او شمال، لانه ما فيش وقت حتى لما نفكر في البدائل هنكون قطعنا نص المرحله دي. بالاضافه وانا مضطر ان انا اقول كده، يعني اذا سمحتي لي تفضل، انه بعد موقف المجلس العسكري سواء اصاب او اخطا اكتر او اقل مش دي المشكله، لكن موقفه الاساسي انه دخل وحمى الثوره بقى شريك فيها حتى لو حصل اي حاجه بعد كده. نمره 2، اعتزازنا بالقوات المسلحه ككل. انا مش من المؤمنين بان المجلس العسكري حيث انه يتولى مسؤوليات سياسيه اصبح منفصل عن المجلس الاعلى للقوات المسلحه، في ناس كان رايها كده، وبالتالي يستباح انه ينتقد. انا بقولها ممكن يوجه له النقد بس بادب، زي ما احنا نكلم بعض بادب وننتقد بعض بادب، لكن بلا استفزاز. فانا بقول ان المجلس ان القوات المسلحه بحكم ان احنا عزيزه علينا وبنعتبرها من شرفنا ومن عرضنا، وبذكر الناس اللي عاشوا 67 ايام ما للاسف الجيش انتكس، وانت يا جوز ما كنتيش موجوده، لكن احنا كرجال ونساء نزلنا في الشوارع نبكي كاليتامى في الشارع. ليه؟ لان الجيش انضرب. اذا الجيش ده هو عرضنا وبيأثر فينا لما يحصل له اي مكروه، ولما انتصر في 73 ارتفعت رؤوسنا الى عنان السماء لانه الجيش انتصر. اذا هذا الجيش بالنسبه لنا شيء مهم، ومهما حصل خلال الفترة المؤسفة اللي فاتت دي يجب أن يعود له اعتبار، وليس إعادة الاعتبار إن إحنا نقول اتفضل امشي مع السلامة. ليه مش مستحملين 3 أشهر زيادة؟ لا، أنا مستحمل. ولكن هل يقيق أيضا يعني المشاهد عندما يكون فرد من قوات الجيش يسحل المتظاهرين ويضرب؟ قلت لك قبل كده إن أنا لا أبرر الخطأ، ما ترجعيش تقولي لي تاني، أقول لك لا أبرر الخطأ، الغلطان غلطان ويجب أن يحاسب، لكن برضو لازم كل واحد يبقى له قيمته. نعم. أعود معك إلى فكرة تبكير موعد انتخابات، يعني انتخابات الرئاسة، هل تناقشتم في ذلك الموضوع تحديدا مع المجلس العسكري وفكرة أن يكون انتخابات مجلس الشورى؟ لم نتناقش في هذا الموضوع لأنه ليس هناك في رأيي أنا مبرر لمناقشته، يعني عشان بشرح لك وبقول للناس
يناير بره مارس ابريل نناقش في ايه ونغير امتى. ولكن اسمح لي سيد منصور، إذا كان هناك فكرة أن يكون هناك توافق بين التيارات المختلفة، فإذا هذا الموضوع سوف يتم طرحه، ومن الممكن أن يكون حتى مبادرة مثل المبادرة مبادرة شهر إبريل قد تكون حل وسط بين الأطراف. يطرح على الترابيزة في وسط القوى السياسية واللي يتفقوا عليه سنلتزم به. نعم. أنتقل معك سيد منصور إلى مسألة استقطاب أشخاص آخرين إلى المجلس الاستشاري، هل في المرحلة المقبلة سوف تعرضون فكرة الانضمام إلى أشخاص آخرين؟ شوفي حضرتك، كان أثير يعني كلام كتير حول بعض الزملاء اللي استقالوا من المجلس أثناء الأزمة اللي فاتت. أولا بقول هؤلاء الأشخاص من أنبل ومن أعز الأشخاص بالنسبة لي كلهم جميعا، ولهم كل منهم له ظروف خاصة. لما قامت الأزمة وحسوا بالدنيا كده، في كل واحد له ظروف، بيقابل مين، بيقابل شباب، بيقابل طلبة إلى آخره، فقرروا كل واحد قرر على انفراد، ما كانش استقالات جماعية، إنه يستقيل. وأنا بقول إن هم يعني مواقف محترمة وموضع التقدير، وإن إحنا نتمنى أن يعودوا إلى موقعهم في أي وقت، ما عندناش مشكلة. نعم. في نفس الوقت عندنا آلاف الطلبات، شرفا بقول لك عندنا، يعني احنا حيرتنا كيف سنخوض في هذا البحر، مش عايزين نفتح الباب ده. هناك الاف، عارفه زكايب البريد، عندنا زكايب بريد طلبات بالصور بالسي في بكل حاجه، ناس عايزه تريد الانضمام الى المجلس، تريد الانضمام الى الاستشاري. يعني اذا خرج 11 في الاف عايزه موتين، وكلهم من اساس الجامعات وناس محترمين في المجتمع. فاحنا بدانا بقطرة بحوالي 3 أو 4 أشخاص على أمل إنه يجي لنا فرصة نقدر نستكمل وإحنا ماشيين، لكن بنعملها بحساسية شديدة، لأنه بقولك هناك آلاف، نختار من وسطهم إزاي، واللي ما نختاروش يقول أنا إيه ذنبي إيه. فإن شاء الله هنعالج الموضوع ده، وسيكتمل عدد أعضاء المجلس بشخصيات أخرى. نعم. يعني الطلب جامد. سيد منصور، ما هي رؤيتك في وجهة النظر التي ترى أنه يجب أن يكون الدستور أولا ثم الانتخابات الرئاسية، والبعض يرى أن هذه المسألة يعني قد لا، الدستور قد لا يحسم في خلال الشهر أو الشهر وثلاثة أسابيع، وأنه من الممكن أن يكون هناك انتخابات رئاسية ثم الدستور، ما هي وجهة نظرك في هذا الموضوع؟ شوفي يا أستاذة، أنا رأيي دائما أن المنطقي حتى من أيام الإعلان الدستوري وأيام التعديلات اللي اتعملت بعد الثورة بحوالي شهر، ودخلنا في مشوار الدستور أمانا أولا أو الانتخابات الأول، أنا رأيي الدستور الأول، هذا هو الترتيب المنطقي. الدستور هو الذي يضع الأساس، يضع خارطة الطريق، يضع تكوين المؤسسات، يقول إيه مجلس الشعب، إيه مجلس الشورى إذا كان هيبقى فيه شورى. يعني انا كنت بقول اياميها ليه الدستور الاول، لان احنا كنا محتاجين نناقش هل احنا هنتمسك بمبدا 50% عمال الفلاحين، ولا هذا استنفد اغراضه بعد ما عمال الفلاحين بقوا اقوياء في المجتمع وقادرين. سؤال، ما بقولش رد، بس سؤال نطرحه، هل احنا عايزين مجلس شورى ولا مش عايزين؟ انا شخصيا كنت موجود مع الرئيس السادات الله يرحمه عندما تكون مجلس شورى، عارف اتولد ازاي وبغرض ايه، هل احنا محتاجين ولا مش محتاجين؟ وماذا أيضا عن اختصاصات؟ ده سؤال، سؤال نعم. عايزين نطرحه. هل احنا عايزين نظام جمهوري برلماني ولا رئاسي ولا مشترك؟ نعم. كل المسائل دي كانت تناقش قبل ما نعمل مؤسسات. انك تعمل بقى مجلس الشعب ومجلس الشورى عشان ينتخبوا لجنة 100 عشان خاطر تحط الدستور، في رأيي دي لفة جامدة جدا. ولكن انا حدث ما حدث. لا، حدث ما حدث، وبالتعجنة بشرح لك عشان خلفية ان انا مقتنع دايما ان الدستور اولا قبل التنفيذ. نعم. فلما نيجي بقى في رئاسة الجمهورية، أصبح دلوقتي عندنا شهر ونص أو أكثر لوضع الدستور. التصور المنطقي يقول لو إحنا في ظروف طبيعية كنا نستنى بقى لغاية ما اللجنة يتخلص الدستور، في شهر ونص، في شهرين، في ثلاثة، على حسب ما تحتاج، وبعدين تبقى انتخابات رئاسة الجمهورية. ولكن الظرف اللي إحنا موجودين فيه بيخلي المجلس الأعلى القوات المسلحة هو اللي من جانبه يصر على انه انتخابات رئاسة الجمهورية تكون في توقيتها، وتسليم الحكم يكون في اول يوليو كما وعد. نعم. نتيجة لان هم مش عايزين يعانوا من شكوك الناس ان هم عايزين يقعدوا، هم مش عايزين يقعدوا، فاي تبرير او اي حاجة تحصل لهم شوف هم بيطولوا المدة عشان يقعدوا، هم مش عايزين دي للأسف، وهم طبعا لهم حق لان بيعانوا من هذا الموقف.
ففي النهاية أنا في رأيي لجنة الدستور هتجتمع بعد ما يعينها مجلس الشعب ومجلس الشورى، وقدامهم شهر ونص مثلا يضعوا في الدستور. أنا في رأيي إن الفترة دي كافية جدا في العصر اللي احنا فيه، ممكن في زمان ما كانتش كافية، لأن النهاردة كل الدساتير في العالم على أنواعها موجودة متاحة، متاحة على الإنترنت. ومصر كان فيها 23 و 54 لم يفعل، و 56 و 71 دساتير عظيمة فيها مواد عظيمة جدا. يعني هم بس يشوفوا هيبقى فيه الاختلاف حول مادتين ثلاثة أربعة مهما كان. فأنا شايف إنه ما يحتاجش أكتر من شهر ونص لو كانوا الخبراء هم اللي بيحطوه. أما لجنة المية بقى فيها ناس عايز تقعد تتكلم وتشرح وتقول، يعني سنة ونص يمكن ما تكفيش. طب هذا هو القصد من السؤال، إذا كان هذا الشهر ونص غير كافي لوضع الدستور، هل سيكون هناك انتخابات رئاسية في هذا الموعد المحدد والدستور لم ينتهي بعد؟ هذه مسألة خلافية، لأن البعض يعني طبعا اللي بيطالب سيد منصور، البعض يرى أن المجلس العسكري يريد أن يكون هناك انتهاء من الدستور وهو موجود، لأن هناك صلاحيات محددة قد يعني يريدها المجلس العسكري في هذا الدستور. البعض الآخر يرى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تتمسك بفكرة أن الدستور يعني يجب أن يوضع قبل الانتخابات الرئاسية، أيضا لبعض يعني المصالح من وجهة نظرهم. شرائح مختلفة في المجتمع ترى أن كل اتجاه وكل تيار في المجتمع ينظر لمصلحته الشخصية، إذا كيف سيكون الحل؟ لو كان ما يقال أن المجلس العسكري عايز يقعد عشان خاطر يبقى يشرفه على الدستور، كان يقبل أنه هو يطول المدة إذا طالب، يعني يقولك لا أنا أنتهي عندما ينتهي الدستور. ولكن الضغوط الشعبية شهرين أو ثلاثة أو أربعة، ولكن الضغوط الشعبية هي التي جعلت أن هناك معاد محدد لتسليم السلطة. مش افرض حتى الضغوط، لكن كان ممكن يقول بحجة أن اللجنة ما تخلصها، لكن عشان هو ملوش مصلحة أن هو يستمر بيقول سواء خلصوا الدستور أو ما خلصوش أنا ماشي. يبقى إذن هل نفهم من ذلك أن مسألة الانتخابات الرئاسية سواء كان الدستور ستتم في معادها في يونيو وتسليم السلطة في أول يونيو، كلام واحد نهائي. نعم، أعود معك إلى المدى الزمني الذي تتوقعه للخروج من هذه الأزمة. هل هذا المدى الزمني أزمة الموجودة في مصر، هل تعتقد أن ما تمر به مصر يعني لا يوصف إلا بالأزمة؟ هل تعتقد أن بنهاية يعني شهر يونيو القادم يمكن أن يكون هناك خروج من هذه الأزمة؟ الأزمة العامة ولا أزمة القوى السياسية اللي احنا بندعو للتوافق؟ عايز أزمة مصر الاقتصاد وعودة للعمل وانتظام الحياة. نعم، لا أنا لا أقصد هذه الأزمة، أنا أقصد يعني أزمة التوافق الوطني، أزمة الدستور، أزمة الوصول إلى انتخابات رئاسية. المفروض تنتهي خلال أسبوعين ثلاثة في رأيي أنا. نعم، المفروض لو قعدنا المفروض تنتهي. إيه حكايتك، إيه مشكلتك، كل واحد يقول ونخلص منها، ما تاخدش أكتر من كده في رأيي أنا. سيد منصور، ماذا تنتظر في 25 من شهر يناير القادم؟ هل تنتظر أن يكون هناك ثورة جديدة من شباب مصر؟ أنتظر كل خير، وأتصور أن الثورة الجديدة إذا قام بها شباب زي اللي قام ب 25 يناير مرحبا بي، لأنه شباب معتدل ومحترم وغير مدمر وغير مخرب. نحترمه إذا كان ده المقصود، لكن إذا كان المقصود أنه يبقى في حالة فوضى وتخريب وحرائق، لا ده طبعا ما مقصوده، لانه راحب بذلك. كان دائما ولا الشعب يرحب بذلك. كان دائما الحديث عن طرف ثالث حتى في يعني المؤتمر الصحفي للواء عادل عمار ان هناك طرف ثالث. هناك الحديث ايضا عن المؤامرة. هل تطلب من المجلس العسكري ان يكون هناك وضوح لهذا الحديث او لهذا المؤتمر الصحفي؟ انا على غير من الناس تتوقع، وأنا نفسي فوجئت إن هم متصورين مجلس عسكري يعلم ولا يريد أن يبوح. أنا لا، بقول لا دي مش حقيقة. جهاز مباحث أمن الدولة اللي خلال عشرات السنين في مصر كان هو المكلف بمثل هذه المهمة تحلل في بداية الثورة وانتهى، ما عادش فيه جهاز تاني يحل محله حاليا. فهذا الموضوع ما فيش معرفة بيه، لكن لما يقال ان في طرف ثالث، ان في ايدي خفيه، طبعا لانه لا يمكن يتصور ان الامور العمل دي بيعملها لوحده، يعني بيبقى تصور منطقي ان هناك كذا، لكن مين هو محدش عارف. لكن انا عايز اقول حاجه ثانيه،
دايما حتى ساعات نقول والله في ايدي اجنبيه في اجانب بيعلم. عايز اقول ان ما عمري ما امنت بده، لانه انت المهم انت ظروفك كيف تسمح بالاختراق، انت ليه بتقع في الغلط، ليه عندك منافذ يدخلوا منها. دي الحاجه اللي انت من حق كل طرف اجنبي ان يحاول، اذا كانت مصلحته تقتضي ان هو يتدخل ويحاول يلعب هيعمل. كل الاطراف في العالم بتعمل كده، لكن المجتمع القوي هو الذي يحصن نفسه ضد ده، ما يقعدش بقى يشتكي يقول لا دول اجانب بيعملوا. لا، ما لسه اجانب يعملوا يعملوا، احنا نعمل الواجب اللي علينا في الداخل. نعم، اذا البعض يرى انه كان يجب من المجلس العسكري يعني ان لا يتحدث لمده 10 شهور سابقه عن طرف ثالث بدون ان يكون هناك ادانه لهذا الطرف او بدون عدم معرفه لهذا الطرف. لا، هو يتحدث بالعقل انه لابد ان يكون في شيء، كونه خفي مش قادرين نحط ايدنا عليه، دي مساله امكانيات وظروف، مساله امكانيات وظروف. كان ايضا هناك حديث سابق يعني في وقت الثوره المصريه في 25 من يناير ان هناك تشكيك منهم متواجدين في ميدان التحرير، تشكيك في الثوار، البعض يرى ان هذا المنهج قد يعاد مره اخرى، وان هذا الحديث عن المؤامره بدون ان يكون هناك دليل، بدون ان يكون هناك وضوح للشعب المصري يعني ما هي هذه المؤامره، هو استنساخ للنظام القديم. اذا كان قد حدث ذلك، ما برجع افكرك، أنا لست من الذين يبرروا الخطأ، إذا كان حدث ذلك فهو خطأ، وعلى اللي ارتكبوه أن يكفوا أيديهم عن هذا ولا يكرروا إذا كان حدث. نعم. بصفتك الرسمية وأنت أيضا يعني تشارك في صنع القرار، تشار وأيضا تستشار في يعني في مسائل كثيرة. إذا أردت أن توجه كلمة إلى كل شهيد، إلى كل من فقد عينه، إلى المرأة التي فقدت زوجها، إلى الأم التي فقدت ابنها في هذه الثورة المصرية، والآن هناك الكثيرون الذين بدأوا يشككون في هؤلاء الثوار. لا. ما هي الكلمة التي توجهها لهم؟ أنا لست ممن يشككون في هؤلاء الثوار، بالعكس أنا في أوائل الثورة يعني بعد ما حصل الإصابات والاستشهاد قلت أنه أبدا لن ننسى هؤلاء الشباب، لأنه أغلبهم شباب قدموا حياتهم قبل أن يعيشوها، يعني مش عاشوا منها شوية واستمتعوا بها، ده تنازلوا عنها بالكامل في بدايتها وقدموها. فيجب أن لا نبخل عنهم بأي شيء، علاج بمعنى اجتماعي، وظائف، أي شيء نقدر نقدمه لهم لا يساوي الحياة اللي هم قدموها لنا، عشان احنا نعيش ونعيش في في في, في حياة حرة. دول موضع تقدير الى ابعد، ويجب ان لا نبخل عليهم باي شيء، ويجب ان نحتفي بيهم في 25 يناير، ويكون ده ما يكونش عيد 25 يناير زي ما بعض الناس بتقول خوفونا هيطلعوا عليكم الناس هتعمل الناس هتسوي، ده مش احتفال بالعيد. حتى لو كان في خطا حصل واحنا كلنا اخطأنا، يبقى يجب الاحتفال بالعيد، يبقى احتفال ان احنا نتسامح وان احنا نكرم الشهداء ونكرم الثوار اللي عملوا الثوره العظيمه دي، ليه نخليه يوم اسود عليهم؟ لا، انا موافق ان احنا يجب ان نقوم بالواجب بالكامل، ونقوم بيه كمجتمع مش ضروري كحكومه، يعني فين المجتمع نفسه ان هو يدخل ويتبرع لهؤلاء الناس ونكون صندوق ونكون جمعيه لرعايتهم، ده الواجب اللي احنا لازم نعمله. ولكن في ظل الحديث عن طرف ثالث، في ظل الحديث عن مليونيه ومن 25 من يناير قد يشوبها هذا الطرف الثالث، هل تعتقد ان هذا ما يتم تقديمه للثوار في مصر؟ لا، أنا مش فاهم السؤال. يعني يوم 25 من يناير المقبل، البعض من الآن بدأ يشكك أنه إذا كانت هناك مليونيات للمطالبة بتسليم السلطة مرة أخرى، للمطالبة مثلا يعني كان من يقفون أمام مجلس الوزراء يطلبون بحكومة إنقاذ وطني، كانوا يرون أن حكومة دكتور الجنزوري ليست المعنى الحقيقي لحكومة الإنقاذ الوطني، وعلى الرغم من ذلك حدث ما حدث أمام مجلس الوزراء، والعبء الآن على الطرف الثالث. أرجع تاني وأقول إذا كان دي أخطاء فأنا لا أبرر، لكن هل مجلس العسكري مثلا، عايز أعترف أنا واحد من الناس اللي رشحوا لرئاسة الوزراء مع الدكتور الجنزور، وأنا قلت في المجلس العسكري أن اختيار الدكتور الجنزوري هو الاختيار الأنسب في هذه المرحلة لعدة أسباب. أولا قلت لأنه هو رجل معروف أنه قوي الشخصية، مش معناه أنه ضعيف، لكن بحط مزايا أنه رجل قوي الشخصية يأخذ قرارات حسنة. نمرة 2 أنه عقلية اقتصادية فذة،
كما أثبت قبل كده، وإحنا عندنا مشكلة اقتصادية حويصة يبقى لازم واحد. نمرة ثلاثة والأهم أنه رئيس وزراء سابق، إذن تاني يوم تشكيل الوزارة سيبدأ العمل. أنا أو غيري هنحتاج شهرين ثلاثة عشان نعرف الأوض دي فيها إيه. وقلت اختياره هو الأسلم، وأنا كنت مرشح لكن قلت هو الأنسب. نعم. فهم لو لقوا حد تاني أحسن، ما كانوش. ولكن سقف المطالب يعني كان في ميدان التحرير في هذا الوقت كان يطالب بمجلس رئاسي مدني، ثم يعني تم التنازل عن هذا السقف ليكون حكومة إنقاذ وطني بها مختلف الأطياف والتيارات السياسية. لما يكون في ناس قاعدة على الراحة كده في ميدان التحرير يقول لك اطلب واتمنى، عايز مجلس الرئاسة، عايز وزارة غير دي، عايز وزير غير ده، المسائل ما تمشيش كده، ما تمشيش كده. أولا لازم تكون في ترتيب، ولازم تكون في حدود ما هو ممكن، لكن كل واحد يقول له هو عايز إيه. ما نقدرش ندير البلد من يعني بالطريقة دي. نعم. ما نقدرش ندير بالطريقة دي وخلاص. والعموم هذه الفوضى ستنتهي إن شاء الله خلال 3 أشهر، ويبقى في حكم، في مجلس شعب، في مجلس شورى، في دستور، في رئيس، خلاص مش هيبقى حد يبقى يقول أنا عايز أنت اللي أنت عايزه اديته صوتك في الانتخاب. خلاص نستمر بقى 4 سنين من غير وجع دماغ المفروض كده. لكن لغاية ذلك الوقت ممكن الناس تتسلى تقول 25، واحد يقول لا 13 أبريل، واحد يقول لا 6 فبراير. عشان كده عايزين نقعد وننهي هذه المسائل. هناك بعض المواضيع البعض يراها أنها أصبحت منسية، البعض يطالب أن يكون هناك يعني تعجيل في هذه المسائل مثل محاكمة الرئيس السابق مبارك، سرعة التعجيل بهذه المحاكمة، أيضا بعض الأموال المهربة في الخارج. هل تعتقد أن هذه المسائل ستكون ضمن أولويات المجلس الاستشاري؟ لا، المجلس الاستشاري ما ظنش هيدخل في المحاكمات، لأنه المحاكمات راحت للمحاكم المختصة المدنية وبتاخد مجراها. ما أعتقدش أن في حد يحترم نفسه في الدولة ويحترم القانون يقدر يقول لأي قاضي من فضلك خلصنا بسرعة، ده غير مسموح به في القضاء، غير مسموح به. فهي هتاخد مجراها معها القضاء، من أنزه القضاء، وإحنا كلنا اعترفنا بكده زي ما شوفنا على التلفزيون، هم هيقوموا بالواجب وإحنا ملناش أنا نتدخل. حكاية بقى الفلوس اللي في الخارج ولا في الداخل دي مش قضيتنا بقى، ده في جهاز بسموه الكسب الغير مشروع، هو اللي بيحقق فيه، هو اللي بيعرف يجيب الفلوس إزاي، أخذ منهم ضمانات. لا، موضوع مش تبعنا، مش إحنا اللي نعمل فيه حاجة. ولكن عندما يكون هناك مطالبات من ثوار في مصر أن ويقولون يعني أن هناك من يحاكم أمام المحاكم العسكرية من شباب مصر، انتهت المحاكمات العسكرية، انتهت على حسب ما أعلم. نعم. وأنا سألت في هذا الموضوع، الموضوع ده انتهى، ما عادش في محاكمات عسكرية، كل المحاكمات بتحال للمحاكم المدنية. ولكن حتى الآن هناك بعض الشباب حتى الآن موجود ويعني ومعتقل من شباب الثوار. يمكن دول بقايا يعني كان هناك علاء عبد الفتاح يعني أمس فقط خرج من مزبوط. من السجن، وهناك يعني بعض. فلذلك أنا أسأل وأطرح هذا السؤال، أن هذه من الأولويات لثورة أن يكون هناك محاكمات عاجلة وسريعة لبعض رموز النظام السابق. إذا كان هناك البعض الذين حكموا في السابق أمام محاكم عسكرية وما زالوا بينفذوا أحكام، يجوز، أنا ما أعرفش. وإنه لكن اللي أعرفه أنه فيش محاكمات عسكرية جديدة. نعم. ده اللي نعرفه. وبعدين المفروض أن القانون بياخد مجرى، كون أن فيها أخطاء أنا هرجع وأكرر لك تاني، مش أنا اللي يبرر الأخطاء، يعني زي ما بيقولوا you have come to the wrong person، مش أنا، في حد تاني شاطر يقدر يطلع زي الحاوي بحلول. انا ما عنديش الحلول، انا عندي ده غلط يبقى غلط، ده عندي صح ده صح. طب انا ساسالك هنا بصفتك الشخصيه وليس بصفتك رئيس المجلس الاستشاري. هل من المنطق او من العقل ان يكون الرئيس السابق وكثير من الرموز للنظام السابق حتى الان بدون محاكمات يعني نهائيه حتى الآن وبعد فوات أكثر من 11 شهرا على الثورة المصرية، وشبح البعض يرى أن شبح الثورة الإندونيسية الفاشلة قد يطل من جديد على المجتمع المصري؟ طبعا هذا السؤال بصفتك الشخصية. أنا عارف يعني أنا كنت وزير إعلام، لا ليس من باب التباهي، لكن عشان أقول لك أن أنا كنت عايش مع الإعلام وعارف أنه في موضوعات هي اللي المفروض يبقى لها أولوية، موضوعات اللي فيها اتهام، فيها كذا الحاجات زي الحاجات دي. وانا بقول لك انا مش ما ينفعش، مش هقول لك ده صح، انا بقول لك لا ده غلط. فلما تيجي لي هل المحاكمات دي موجوده في محكمه، القاضي بيأجل القضيه خلال فتره، لما يترفع عليه رد المحكمه
لازم يستنى يشوف هيترد ولا مش هيترد، دي بتاخد لها شهرين ثلاثة. وانا المحكمة بالذات اللي بتعاني بالحاكم الرئيس السابق توقفت خلال الفترة اللي فاتت لان ترفع عليها رد المحكمة، ده كان واضح للناس. ف يعني مش انا اللي دخل في الحاجات دي. نعم، عملت مع الرئيس السابق أنور السادات وعملت أيضا مع الرئيس السابق مبارك. لا أنا عملت مع الرئيس السابق. مبارك عندما كان نائبا للرئيس. نعم. كيف؟ عملت مع الرئيس السادات. كيف كان الاختلاف؟ لم يكن هناك اختلاف، بالعكس على غير ما يتصور الناس. الفترة اللي أنا قضيتها والرئيس مبارك كان نائب الرئيس في ذلك الوقت، كان هناك تعاون كامل بيننا وكنا أصدقاء وكنا متعاونين. ولكن تصور الناس إذا ما كان اثنين موجودين على نفس المستوى في الحكم لازم يكون في صراع ويكون في خلاف. أنا عمري ما كنت طرف في ذلك، دي حاجة ما خدهاش في الاعتبار، ما فهموش أن أنا ما عنديش حرقان أو طموح يخليني أختلف مع حد على مناصب أو على شيء. بالعكس أنا ما عنديش الحتة دي، وكنت أرى أن شعوري بالمسؤولية في الموقع اللي أنا كنت فيه أن أنا أحاول بكل ما أملك أن أنا أقرب بين الرئيس والنائب، لأن كنت بأرى أن محاولة الفصل بينهم تعتبر جريمة في حق البلد، ولذلك أنا لا يمكن كنت أختلف مع النائب حسني على أي شيء، وإحنا الاثنين كنا أصدقاء لغاية آخر يوم. طبعا كان في ناس بقى بتزن وناس بتقول، هو كان بيقول لي بيقول وبيسوي العملية دي كلها، لكن الحمد لله انتهت فترة على سلام. هو يمكن نتيجة لما سمعه مش أي شيء بدر مني، يمكن حس بشيء من الضيق. انا يعني بعرفه ان هو يعرف ان انا لم يكن لي دخل فيه، وانا صحيح في فتره في نهايه حكمه في السنين الاخيره سنه على وجه التحديد سنه 2007 عملت حوار في احد القنوات، كان حوار طويل جدا حوالي 3 ساعات، وقررت ان انا يعني اهاجم كل شيء خطا، لانه كان الخطا بدا يحصل تمادي في حزب الوطني، بدا يتوحش الفساد في الحكم، بدا ما فيش ضابط له. فأنا قعدت 3 ساعات شرحت الحزب الوطني وشرحت النظام، وقلت النظام فرد شمولي يجب أن ينتهي ويجب أن نتجه إلى الديمقراطية بأي صورة من الصور. ده كان حلم ما كنتش عارف أن أنا أعيش لغاية ما أشوف الحلم في ثورة 25 يناير. لكن أقول بعد أن خمت الثورة أنا سئلت، عارف السؤال ده، والمحطات التلفزيونية أنا مضطر أقول كده، قولوا جاري عارفين أن أنا مخزن أسرار تتعلق بالرئيس حسني مبارك. أبدا، وهو في هذا الوضع لن أتحدث عن حسني مبارك إلا بالخير والدعاء له بالشفاء العاجل وأن ربنا يخفف عنه. نعم، رجال يعني حول مبارك وأيضا رجال حول السادات، هل الرجال الآن حول المجلس العسكري سيشكلون فرقا في الحياة السياسية المصرية؟ أنا مش شايف الرجال حول العسكري غير المستشارين، يعني اللي أنا بشتغل معهم، يعني بنحاول نأدي الواجب بقدر الامكان. احنا قدامنا فتره قصيره جدا، يعني مش ما نلحقش نعمل شيء عظيم يعني، لكن احنا نقدر نبتدي نحرك المسائل في الاتجاه الصح. نعم، هل الاستقالات اثرت في منصور حسن؟ الاستقالات يعني عدد كبير من الاستقالات في الفتره الاخيره، هل ذلك اثر عليك اثناء الازمه؟ نعم، اثر علي، انهم اعزاء علي، يعني انا بفتقد وجودهم، ده التاثير الوحيد. لكن المجلس قائم وانا واقف جواه وكلنا صامدين، وإحنا هم أتمنى لهم التوفيق، لكن هم أعزاء علي، بفتقد، عايز بحب إنهم يكلموني في التليفون وبكلمهم، ما عندناش مشكلة. هل الاختلاف في الرؤى ووجهات النظر بينكم وبين المجلس العسكري قد تفرض على منصور حسن أن يقوم أيضا بتقديم استقالته؟ شوفي أقول لحضرتك، لا أتوقع أن يحدث خلاف بيننا وبين المجلس العسكري، لا أتوقع. من اللي أنا شوف أسلوبهم في التعامل ورغبتهم في الاستماع واستجابتهم السريعة، يعني كم من شيء عرضنا عليهم خدنا استجابة في أقل من 24 ساعة. يعني أثناء الأزمة إحنا بعض الزملاء في المجلس اقترح أن نعلق اجتماعاتنا، بمعنى نوع من الاعتذار، يعني لا مش عايزين نشتغل، محتاجين، ونرفع توصيات للمجلس العسكري، إيقاف العنف فورا، محاكمة المسؤولين، رعاية المصابين، حاجات زي كده. دي في الليل ارتفعت لهم، تاني يوم الساعة 3 بعد الظهر احنا موافقين على كل حاجة. فنشتكي من ايه؟ نختلف معهم على ايه؟ مفيش شيء انا عرضته عليهم اختلفت معهم في حاجة. كان هناك سابقا الحديث عن وثيقة السلمي، البعض اتهم المجلس العسكري انه كان
من ضغط أو من كان يريد تبرير المادة 9 و10 في هذه الوثيقة، هل هناك أي حديث من جانبكم مع المجلس العسكري بشأن هذه الوثيقة أو ما شابه قد يكون يعني ما شابه في الفترة المقبلة؟ لم يكن هناك بيننا أي حديث في هذا الموضوع، وأنا كمان ما كنتش موجود، ما أعرفش إذا كانت وثيقة الدكتور سلمي لما كان العسكري له دور فيها ولا لأ، دي حاجة أنا ما أعرفهاش أبدا. لكن احنا لم نتحدثناش في اي حاجه، ولا وثيقه ولا دور المجلس العسكري ولا ماده 9 و10، حاجه خالص خالص. فكره ان يكون هناك الغاء لانتخابات مجلس الشورى، هل هناك حديث بهذا الصدد حتى يكون هناك فتره كافيه لوضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسيه؟ كان في كلام من ضمن الاقتراحات الموجوده في الشارع انه طب مجلس الشورى احنا مش عايزينه، طب هو هيقعد بقى وياخد الفتره دي، طب ما يتشاف نقدر نقصر الفتره. هل أنت توافق على ذلك؟ لا ثبت أنه في مشكلة قانونية، أنه من حق أي حزب يمثل بعضو ولو واحد في مجلس الشعب أو مجلس الشورى أنه يرشح مرشح لرئاسة الجمهورية. فقيل إذا استبعدنا مجلس الشورى دلوقتي أو أجلنا تنفيذه قد يطعن في انتخابات رئاسة الجمهورية، لأنه ممكن يأتي مجلس الشورى ويجي فيه حزب عنده عضو ويقول انا كان في استطاعتي ان انا ارشح مرشح، وبالتالي يهز رئاسة الجمهورية ده. نعم. وبالتالي طب اذا كان من الممكن يعني القيام بتعديلات في الاعلان الدستوري وهذا حدث سابقا، وكان هناك توافق على فكرة ان يكون هناك الغاء لانتخابات مجلس الشورى، لماذا لا يتم عرض هذا الرأي الجديد؟ ما حصلش توافق على الغاء مجلس الشورى، انا شخصيا كنت اتمنى الغائه، لأني أعتقد أنه هو مجلس لا داعي له في بلد نامية زي بتاعتنا، لكن ما حصلش توافق. وأنا يبدو لي، هذا ليس علم ولكن إحساس، أن المجلس العسكري أصبح حساس جدا في عملية التعديل الدستوري، لأنه يخشى أيضا أن يتصور أنه يعدل ويشيل ويحط لمصلحة له، وبقول لك اللي موجود ده صوتوا عليه، إحنا اتفقنا عليه، استمر. طيب أخيرا، فكرة انتخابات التعجيل بانتخابات مجلس الشورى، هل هذا سيكون جائز في الفترة القادمة حتى يكون هناك وقت كافي؟ لا، حاليا بيطبق خلاص، صدر القرار بذلك. نعم، صدر القرار بذلك، تقصير الفترة بتاعت مجلس الشورى، فترة الانتخابات، صدر القرار أظن النهاردة أو امبارح. نعم. من وجهة نظرك سيد منصور، ما هو النظام الأمثل في الفترة المقبلة كنظام رئاسي لمصر؟ البعض يرى نظام رئاسي، البعض يرى نظام مختلط، نظام برلماني، من وجهة نظرك ما هو الأمثل في هذه الفترة؟ أقول لحضرتك، أنا سؤال طبعا السؤال ده في بدايات يعني الأشهر الأولى، وقلت بصراحة أنا أرى أن النظام البرلماني هو الأنسب لمصر من عدة نواحي. أولا لأننا ميراث سلطوي عريق من أيام الفراعنة، فأنا أخشى إذا كان هناك رئاسة جمهورية رئاسية، فرئيس الجمهورية بيبلغ سلطات ما تقدرش تشيله، سلطات كتيرة مش ممكن تحرميه منها، يعني لأن هو المسؤول عن كل شيء. بقول إن هو يمكن لو تعرض لأزمة ينتهزها فرصة ويستعمل سلطاته ويتحول للديكتاتور جديد، وإحنا مش محتاجين ده، نمرة واحد. نمرة اتنين، إن أنا بشوف إنه النظام البرلماني فيه رئيس وزراء مرتبط بالبرلمان يحكم من خلاله وهو مسؤول قدامه، وهناك رئيس ما هوش رئيس رمزي زي ما الناس بتتصور، رئيس من غير شغل، لا، ده هو مندوب الشعب في السلطة. هذا الرئيس في النظام البرلماني هو عين الشعب على الثلاث سلطات، يرى أنها تعمل وفقا لإرادة الشعب. وبشوف أن ده أقرب إلى التقاليد الاجتماعية المصرية. التقاليد الاجتماعية المصرية هناك دايما كبير راجل نلجأ له ونحتمي فيه ونرجع، يكون هو مش هيكون سياسي بمعنى أنه يعني يشتغل، هو هيكون رجل لهم الاحترام وله تقدير ورجل حكيم في أغلب الأحيان. فأنا بشوف أن ده هو الأنسب، لكن بعد الفترة اللي شفتها في الأشهر اللي فاتت دي بقول أن يمكن سنحتاج في المرحلة الأولى إلى نظام مشترك رئاسي برلماني أو نظام رئاسي، لأنه هتبقى فترة تأسيس، يعني يمكن ما بقاش مناسب ان احنا نشتغل برلمان لان الاحزاب لسه ما هياش خويه، ما هياش موجوده بكثره. بعدين عايز اقول حاجه يمكن تفيد الراي العام، ان احنا انشغلنا في المرحله الاولى بكيف تكون الانتخابات فرديه ولا بالقوائم، وفي مرحله معينه طلبوا السياسيين ان تكون كلها بالقوائم، ما يكونش فيه فردي.
وانا بعتبر ان هم متاثرين بالفتره الماضيه. تقول احنا كنا ايام الرئيس مبارك كانوا بيطالبوا خوارج ليه؟ يقول لك لان دي بتقيم الاحزاب. نعم. انا كنت بشوف ان ده كلام ولا مؤاخذه يعني غير مناسب، لان انا شغلتي ان انا اوقف الاحزاب على رجليها، الاحزاب هي اللي تقف على رجليها الاول وبعدين احنا ناخدها في الاعتبار. فبرضه رجعنا لفكره القوانين، انا بقول المساله ما تحسبش كده. النظام الانتخابي سواء بالخوائم او فردي يعتمد على النظام الجمهوري بتاعك هيكون ايه. اذا كان نظام برلماني يعني هناك رئيس وزراء من البرلمان، من المفضل ان تكون انتخابات فرديه. ليه؟ لان الاغلبيه فيها تعتبر اغلبيه قاطعه ومحسومه. نعم. لما تكون انتخابات بالخوائم دائما في تشتت، لازم يحصل ائتلافات. فرنسا كانت تاخذ بهذا النظام القوائم النسبيه او دي، ولكن لما جاء جنرال دوغول في الجمهورية الخامسة عدلها الى انتخابات فردية. ليه؟ لان كان هناك باستمرار الائتلافات تقع لا تستقيم. لكن اذا كان نظام رئاسي الرئيس لا يعتمد على البرلمان، عنده الوزراء بتوعه بمشي سلطة في انفصال بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ممكن يكون في عدد كبير من الاحزاب حتى لو كان كل فرد عايز لوحده، هذا لن يؤثر على استقرار الحكم. نعم. لانه مش مطلوب منه ان هو يوافق على الوزاره. وده هكذا المسائل تدرس. لكن احنا لجأنا نقول عايزين قوائم، لان احنا كنا عايزين نقيم الاحزاب، لكن لازم ناخد في الاعتبار المسائل كلها في السياسه كما في الهندسه، شيء مترتب على شيء اخر. نعم. عايزين نظام رئاسي شكله ايه، يترتب عليه نظام الانتخابات المناسب. نعم. طيب يعني وجدنا في الفترة الأخيرة أن جماعة الإخوان المسلمين كانت دائما يعني وحتى في عام 2007 كانت تقول أنها تفضل فكرة أن يكون هناك نظام برلماني، أما الآن التصريحات الأخيرة من حزب الحرية والعدالة أن النظام المختلط هو الأفضل لمصر، بما أنهم لديهم يعني أغلبية في البرلمان القادم، هل تعتقد أن وجهة النظر هذه قد تؤثر في الدستور القادم؟ لا، هي وجهة نظر بصرف النظر إذا كانوا هما بيتبنوها ولا لا، هي وجهة نظر معقولة جدا، لأنها هي حل وسط بين الاثنين، لا هي برلماني فقط ولا رئاسي فقط، هي جمع بين الاثنين. نعم. ده أسهل الحلول. نعم. فيما يخص العلاقات الخارجية، هل هناك يعني أي مشورة يقدمها المجلس الاستشاري للمجلس العسكري بشأن العلاقات الخارجية المصرية؟ في الوقت الحاضر مش باين في الأفق، لكن لا شك أنه في الجمهورية الجديدة هيكون هناك إعادة نظر للعلاقات الخارجية، أنا بتصور، وأنا من دلوقتي بدأوا إلى كده، يعني لما يجوا بقى نبقى نتكلم معاهم، يعني لأن أنا شايف أن احنا في المرحلة الأخيرة في العهد السابق القريب كنا منحازين أكثر من اللازم أو منسقين أكثر من اللازم للمصالح الأمريكية وللتأثير الأمريكي. أنا من دعاة الصداقة مع الولايات المتحدة لأنها هي دولة عظمى لازم تؤخذ في الاعتبار، لكن أرى أيضا أن الصداقة يكون لها حدود فيما نقدمه، ويجب أن يكون هناك احترام متبادل. وأنا أعرف لأن أنا درست في الولايات المتحدة وعارف الثقافة الأمريكية، ودايما كنت أنبه أقول أنك لن تحصل من الأمريكان على الأكثر لأنك تابع، تحصل إذا كنت الصديق القوي. يعني تمد يد الصداقة ولكن أنك عندك قوة. اما انت تفتكر زي ما عندنا هنا في مصر، يعني لو واحد راح لواحد كده شيخ كبير قال له انا تابعك انا راجلك، خلاص يدي له كل حاجه. لكن في امريكا ما ينفعش كده، وما يحترموش الضعيف، يحترموا القوي الذي يمد يد الصداقه. هكذا يجب ان نكون. نعم. كيف ننظر الى شكل العلاقه مع اسرائيل؟ اسرائيل هناك اتفاقيه السودان، وانا كنت مع الرئيس السادات الله يرحمه خلال هذه الفتره، وشفت المفاوضات وشفت الاهتمام. وانا في الاول طبعا زي كل المصريين الوطنيين ما كنتش شايف انه في داعي لهذا الاتجاه، لكن بالتدريج فهمت الغرض والفلسفه ان هو ده احسن ما يمكن تحقيقه في الظروف اللي كانت موجوده اياميها. نعم. ان احنا ما اعرفش كان عندك وقت لسه زياده ولا لا، عندك تفضل. احنا بحرب 73 الحرب البطوليه والجهد الخارق لرجال القوات المسلحة، احتلينا 14 كيلو على ضفة خان، معجزة انك تعبر القناة وخط برليف تحتل 14 كيلو، هذا اعجاز. ايوة دول 14 كيلو، لما تخليهم 14 كيلو على مدى القناة يمثلوا 5000 كيلو متر مربع،
سينا 61,000 كيلومتر، يعني بعد البعد اللي عملناه ده والشهداء والتضحية والعبور وده كان فاضل 56,000 كيلو في إيد إسرائيل. نعم. ولم يكن هناك احتمال حرب في الأجل المنظور. ليه؟ لأن هم كانوا مغرورين بحرب 67 وكانوا طايرين في الهواء، وبالتالي أخذناهم على إخوانا. لكن بعد كده فهموا المصريين دول مش سهلين، ممكن يعملوا أي حاجة، فابتدوا بقى إيه يفتحوا لنا. أمريكا ابتدت تحذر لن تسمح بحرب جديدة. نعم. طيب نسيب بقى 56,000 كيلو في إيديهم، كان زمانهم اتكلوا، وده احنا شايفين بيعملوا ايه في المناطق الثانيه. وبالتالي انا ارى ان الرئيس السادات الله يرحمه كان شجاع، لانه لم يكتفي بانه حقق نصر عسكري، الفضل يرجع له ان هو اتخذ القرار، كان ممكن يقول انا عملت اللي عليا وانا عملت عبور، المفروض الباقي للاجيال القادمه، ويريح على كده. لكن هو لازم ارجع باقي الارض. نعم. ارجعها ازاي؟ حرب مش ممكن، لازم يرجعها بالسياسه، والسياسه تقتضي بقى ان هو يعمل مبادرات ويبوس وأحضان والكلام اللي تعمل ده لكي واستعاد الأرض. في شروط بدون شك، لكن أنا عارف فلسفة، كان دايما يقول أنا عندي هدف، علي أحط إيدي على الهدف حتى لو به شروط وبه حاجات مرتبطة، وبعدين أنا أضافه على كيفي وفقا لظروفي، لكن طالما الهدف بعيد عني أنا مش قادر أعمل فيه حاجة. دي كانت حكمة برضه، وسبقها في أكتر من موقف أنا عاصرته وشفت انها فلسفه عظيمه وعمليه. الارض لازم نستعيدها، اذا انا في شروط اتحطت، في سياده ناقصه زي ما بعض الناس قالت، لكن انا اخذتها، وزي ما هو كان يقول انا دقيت الحديد على حدودي. نعم. هيجي علي يوم بقى اعرف اتخلص من الشروط، اتخلص من هذه الاوضاع، هيجي يوم. وانا اعتقد ان هي كانت فلسفه حكيمه، وان هو انقذ سينا وكما انقذ مصر الله يرحمه. سيد منصور، يعني سيكون هذا هو الختام، كلمة منك إلى المجلس العسكري، وكلمة منك أيضا إلى ثوار مصر وإلى كل الضحايا وإلى أمهات الشهداء وإلى زوج، يعني كل أي زوجة فقدت رفيق عمرها في هذه الثورة. أريد كلمة إلى المجلس وإلى يعني إلى ثوار مصر. سمحتي لي، أنت رتبتيهم ترتيب معين، أنا أخذهم بالعكس، لأن المفروض يكون الضحايا والشهداء في الأول، ثم الثوار، ثم الشعب، ثم المجلس العسكري. أنا لا أفرق كثيرا بين الثوار وبين يعني أمهات الشهداء، لأن جزء من يعني الثوار. بس أنا بقولك المجلس العسكري كلماتي تيجي في النهاية، لكن هم دول الأول النهاردة بالكلام. نعم. عايز أقول لأسر الشهداء إنه اعتبروا إنه كل من بقى في مصر من عناصر شريفة هم أبنائكم وأبائكم وأخواتكم، واي انسان شريف في مصر اعتقد ان هو بيشعر كده، وان احنا هنبذل اقصى جهد فان انتوا تستعيدوا حقوقكم وتكونوا في وضع امن، لانه ما حرمتوا منه هو اثمن شيء في الحياه. اولادكم وازواجكم واخوانكم دول اعزاء عليكم واعزاء علينا ايضا. بقول للثوار شباب، احنا مدينين مدى الحياه بما قمتم به، لان انتوا قمتوا في وقت عملتوا، انا بقول ان دي كانت معجزه، لأن المعجزة هو الحدث الذي لا يتنبأ به إنسان. ليه؟ استحالة تحقيقه، لو كان سهل على كل واحد يعمله. فالشباب دول عملوا معجزة، شيء يتحقق لم يكن في الحسبان. ليه بقى؟ لأن أنا كنت بقول قبل الثورة إن إحنا القهر السياسي لمدة عشرات السنين، وأنا آسف إن أنا أقول كده بس أنا قلتها علني أكثر من مرة، حولنا إلى شعب معوق سياسياً، يعني كنا معوقين سياسيا، العقل يعمل واللسان يتحرك لكن الجسد لا يتحرك. ولكن اسمعي سيد منصور، الشباب حقق المعجزة، والآن حتى الآن هو لديه حلم ويسير حتى الآن في نفس النهج، ونحن سنسير معه، سنسير معه ما دام في الطريق لتحقيق. أنا بالعكس ده أنا يعني كنت أتمنى على الشباب وأقول لهم إن الفرصة ما زالت متاحة، المسؤولية ما زالت قايمة عليهم، انه كان ما كانوش ينفرط عقلهم بعد الثوره. ما تصوروا سيد منصور، هل مع شهيد جديد من جانب الثوار هل سيكون هناك موقف اخر لك؟ انا قلت لك في الحكايه دي، انا عايز اكلم الثوار اقول لهم دي نقطه مهمه جدا، انا كنت اتمنى بعد نجاح الثوره ان يكونوا يتلموا على بعض ويكونوا حزب ثوره 25 يناير، اسره بحزب الوفد اللي اتكون بعد ثوره 19. هناك احزاب بالفعل؟ لا دي احزاب كثيره، انا عايز واحد وحده دلوقتي متيهين، ما حدش حاسس بيهم، كان لازم يبقى في واحد. ليه؟ لان دول كانوا هيحملوا الشعلة في المستقبل. النهارده هذا الفراغ مازال موجود،
الشباب دول ترك فراغ لا يمتلئ الا بيهم. نعم. وراحوا احزاب وراحوا كان 200 تجمع وقالوا احنا عشان ما كناش اصلا متوقع. لا انتوا المفروض ضحيتوا بخلافاتكم لكي تعملوا ثوره، يجب ان تضحوا ايضا لكي تحموا الثوره وتحملوا الشعلة. طبعا عفوا لضيق الوقت، ولكن الرساله ايضا للمجلس العسكري لان الوقت للاسف المجلس العسكري اقول له ان انتوا في مرحله قد تكون متاخره، لكن ادركتم ان هناك حاجه لمعونه مدنيه سياسيه واخترتونا وكلفتونا بهذه المهمه. نؤكد اننا سنقوم بهذا الواجب من اجل مصر، ونحن هنؤدي الواجب على اكمل وجه، ولن نتخلى عنكم ولا عن مصر، هنؤدي واجبنا بامانه وبصراحه. شكرا جزيلا لك، يعني اسعدتنا بهذا اللقاء. كان معي سيد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعه، وفي رعايه الله.